أكيد أحبتي المشاهدين مستمرون وياكم في برنامجنا الصباحي برنامج قهوة قيمر، ودائما لنا وقفة حقيقية وبصمة من خلال قهوتك عزاوي اللي دائما ننتظر مفردة تقال وتسعفنا من قبل ضيف داخل البرنامج. راح نتحاور بمفهوم جدا مهم، ممكن اليوم نتذكر الصحة وكذلك نتذكر مفهوم الوقاية خير من العلاج. اليوم نحتاج إلى سيستم من خلال الميديسن وكذلك من خلال الدنتست وكذلك الفارما وحتى عالم السيرجري اللي هو يخضع إلى مفهوم الأسنان. دائما الإنسان اللي يهم المظهر وكذلك التفاصيل الشكلية اللي يكون من خلال البيلدينج والفتنس، لكن كل هذا ممكن يموت ويضمحل اتجاه ابتسامة بشعة. كل هذا من خلال ما اليوم أنا أتحاور مع الآخر راح يكون التركيز والرؤية المبدئية والانطباع الأول من خلال النطق وكذلك ابتسامة الأسنان. فأكيد اليوم راح نتدخل ونخوض بغمار الأسنان، مشاكلها، أسبابها، مسبباتها، ما هي الوقاية من هذه التفاصيل، وكيف اليوم نحد من أنه نخسر أسناننا بسن مبكر. كل هذه الأسئلة اليوم راح ترفدنا بها إجابة دكتورنا اللي انضم ويانا داخل البرنامج، الدكتور والإخصائي في عالم الأسنان وطب التجميل، أكيد الدكتور سيف العاني. صباح الخير دكتور. صباح النور. حياك الله. اليوم نرحب بك في برنامجنا ضمن كادر وأستاذ برنامج قهوة قيمر. على رأس حبيبي. حياك الله. سهل. دكتور، مبدئيا خلي نتداخل بهذا العالم، وما هي الطرق وكذلك المعايير اللي أني كشخص وبيشنت معين أقدر أنسلخ في هذه الأجواء لكن دون ما أخسر أسناني، وكيف الوقاية بطريقة سلسة لعالم الأسنان؟ تفضل. بداية طب الأسنان، موضوع الوقاية بيت يعني من جزئين رئيسيين، هي المريض والطبيب. يعني إحنا بداية اللي يريد يفوت بموضوع الوقاية ويحافظ على أسنانه يسوي تشيك أب كامل بزيارة دورية طبيب الأسنان، تكون زيارة كل 6 أشهر 3 أشهر حسب يعني حالة المريض وش يتطلب. نبدي بأول خطوة اللي هي قلنا تشيك أب، نحدد شنو يحتاج المريض بالضبط. يعني إحنا عندنا عوامل نحافظ عليها بالفم اللي هي اللثة والأسنان والأنسجة مثل اللسان، بطانة الفم، أنسجة كلها ضرورية ومهمة لصحة الجسم بشكل عام. الفحص الدوري حيحدد لنا يعني إذا أكو تسوس بالبداية، أكو مشكلة نحلها مثل الألم اللي مصاحب بالآلام أعصاب الأسنان، اللثة وضعيتها شنو. الأغلبية يقول أنا أفرج بس أكو فد مشكلة مدى أعرفها شلون. يعني من الفحص الدوري نعرف أنه مثلا عنده تكلسات، عنده التهاب لثة، هذه نسويها بالعيادة، نعلم المريض بعدين شلون يحافظ على هاي النتيجة اللي حصلها بالعيادة اللي هي يعني الوقاية اللي الجزء المتعلق بالمريض اللي هي تنظيف بخيط الأسنان والتفريج المنتظم. انت تفضلت حضرتك وقلت انه دائما احنا نركز على موضوع الاسنان فقط، نعمل الانسجه الثانيه اللثه واللسان، كيف هي الطرق الصحيحه اللي احنا لازم نبلش بها تنظيف الفم بصوره كامله؟ لان الفم ما يحتوي على اسنان فقط، احنا أكيد. دائما نركز على الاسنان ونهمل الطريقه الصحيحه لتنظيف الاسنان شنو؟ اكيد. مثل ما قلنا العوامل الرئيسيه اللي احنا يعني نفحصها او نشيكها دائما بالفم اللي هي 3، اللثه والاسنان واللسان اللي هم من ضمن انسجه الفم. نعم. بدايه تنظيف الاسنان، يعني طريقه التفريج موجوده هواي بالانترنت طرق صحيحه للتفريج. طيب. بس هو اهم شيء نعرف احنا ايش نريد ننظف، هي اللثه والاسنان. بالضبط. فلازم تكون حركه فرشاه الاسنان من اللثه باتجاه السن بدون ان نرجع، لان اذا زلنا نبلاك بهاي الطريقه. نعم. بالنسبه للاسنان العليا. طيب. والاسنان السفلى الفك الاسفل من اللثه باتجاه الاسنان. عمليه عكسيه اذا. بالضبط، بدون حركه دوريه او يعني حركه عكسيه روح حرج على، يعني نشيل البلاك من اللثه على السن نرجعه باللثه. هاي غلط، فحركه واحده باتجاه الاسفل مثل بالنسبه للفك الاعلى. واللسان ايضا يعني جزء ضروري ومهم جدا انه يتنظف، خاصه اللي عندهم اخاديد اللسان تكون عميقه. نعم. والمدخنين او اللي عندهم لايف ستايل معين تكون عندهم طبقه يعني تحتوي على بكتيريا تسبب راحه الفم الكريهه. طبعا هذه عفوا مقاطعه معلومه يجهلها كثير. اكيد. الطريقه الصحيحه حتى ننظف بها اللسان عفوا شنو؟ نفس الطريقه، هو احنا اهم شيء نخرج ما بالفم. نفس الفرشه لو بفرشه ثانيه لازم؟ اكو فرج خاصه باللسان طبعا. طيب. شركات معينه فرج كلش سوفت تكون. نعم. او بعض الشركات دي يسوون نفسها فرشات الاسنان بظهرها فرشات اللسان، اذا ماكو يعني ما حصلت هاي النوعيتين نفسها الفرشه بعد الغسل يعني تنغسل من التفريج الاسنان تنغسل وتهم ايضا يعني بنفس الطريقه من الداخل للخارج. يعني الحركة واحدة. يعني تفضلات للخارج. نعم. بالضبط.
اكيد دكتور، خلي استغل وجودك ويانا ونفتح اتصالات في حضرتك. اكيد حبه المشاهدين حابين ننوه انه اتصالاتنا راح تكون مفتوحه امام حضراتكم، اللي حاب يسال اي سؤال واستفسار من خلال طب الاسنان اكيد راح يجاوب عليه دكتورنا سيف العاني. الدكتور اليوم خلينا نتداخل بعالم الاسنان من خلال الجانب اللي يكون كيميكال وناتشرال. فاليوم نلاحظ الآونة الأخيرة ظاهرة شائعة جدا من خلال هوليوود سمايل. اليوم بعض الأشخاص واللي خليني أسميهم اللي ممكن ما عندهم بعض الخزين حول موضوعة الأسنان وكيف تكون ناتشرال أكثر وتأثر من خلال البياض الساطع فقط. فاليوم نلاحظ أكو نحت للأسنان وبالتالي يكون فقط الروت ومن ثم برشن اللي هو طبعات وبالتالي تغلف بشكل كراون. فاليوم نصيحتك لهذا العالم، هل هو راح يكون مستقبليا اثاره تكون على القام اللي هي اللثه ومشاكلها، وكيف اليوم اني احافظ على ابتسامه هوليوود لكن دون ما اخسر اسناني؟ ابتسامه هوليوود او التغليف هي كلها مسميات، التكنيك واحد، تقنيه العمل واحده اللي هي تغليف الاسنان. يعني احنا عندنا الفينير مثلا اللي هو التكنيك اللي نسوي به ابتسامه هوليوود، نفس النومينير نفسه هو والكراون. نعم بس التكنيك يختلف، المبدا واحد اللي هو تغلف السن بماده سيراميك حسب اللون اللي انت تريده. بس احنا نخلي نقول شنو هي الانديكيشن، دواعي استعمال او انه الخوض بهذا الموضوع شنو هي هاي. يعني احنا مثلا يجي مريض عنده مشكله بالاطباق، تراكب بالاسنان، هاي مستحيل تنحل بهاي الطريقه، لازم اكو بروتوكول وسيستم معين تمشي عليه حتى توصل لمرحله التجميل. بالضبط، نعالج المشكله وبعدين نطب للتجميل، ما عندنا مشكله بيها. فمثلا هاي المشاكل تنحل بالتقويم بعدين نفوت موضوع التجميل حتى نحافظ على الاسنان. يعني اكو حالات بسيطه مثلا حالات الفراغات المتعدده بين الاسنان، اكو حال تنحل بالحشوات التجميليه واكو حال تنحل بالفينير مثلا. هاي احنا حسب رغبه المريض ونشرح لكل نوع كل تكنيك شنو الادفانتج والديس ادفانتج مالته. نعم دكتور، خلي استغل وجودك ويانا اكثر ونتحدث عن عالم الميديسن والدنتست. دكتور، اليوم بعض الاشخاص اللي هم يعانون من مشاكل واعوجاج ما بين ابر ولور يضطر الى موضوعه الاورثو اللي هو التقويم، لكن اليوم بعض الاشخاص انه خضع لهذه التفاصيل وكان عنده مشاكل بالانسايزر والشيفتنج واللاترال والكناين، وبعد نهايه التقويم وممكن من تخلي هذا الريتينر راح يكون مشاكل بسبيسات، لكن اجابتك اخذها بعد هذا الاتصال. اكيد مساء الخير، صباح الخير، من ويانا؟ الو الو هدير، صباح الخير. صباح النور، كم طعمك؟ حياك الله، بس ممكن علي صوتك؟ عندي اذا ممكن عندي سؤال للدكتور. تفضلي وياك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. دكتور اني طبعا مشكله كيس يعني عويصه بالبلاستيكي وعندي اسماء يعني بشكل سريع انه تعرض لتسوس. اي نعم. يعني اكثر من سن يعني يتسوس وينتقل، يعني ما اعرف ايش السبب، يعني افرجها باستمرار وانظفها يعني. شكرا لك هدير. دكتور تحدثت عن موضوع الكاريز اللي هو تسوس بالاسنان. نعم. ممكن تتخوف انه تتفاقم الحاله اكثر واكثر وتخسر اسنانها اللي تكون سليمه، فنصيحتك لهدير كيف اليوم تحد من مشاكل التسوس؟ مشاكل التسوس هي المشكله الرئيسيه بالفم اكيد بعد مشاكل اللثه. التسوس شلون نكشف عليه؟ يا اما انت تشوفه، طبعا هاي اللي انت تشوفه السطح اللي يعني واضح بس بداخل الفم، بس مثلا بين الاسنان انت ما تشوفها مستحيل، مجرد حتحس بجزء بدايه الم، العفو، ريحه ما طيبه، هذه يدل انه اكو تسوس بين الاسنان. ليش تسوس الاسنان بسرعه؟ احنا نقول احنا دائما نفرج، بس انه بين الاسنان مستحيل توصلها فرجه. يعني تطابق الاسنان هذه ما تطب بها الفرجه، لازم استخدام الخياط بشكل منتظم يوميا. اضافه الى ذلك الفحص الدوري راح يكشف انه اكو تسوسات جانبيه بين الاسنان او لا. طبعا احنا انت يعني تعرف انه مثلا السن بي اكثر من سطح. نعم. السطح اللي مثلا تسوس خارجي كلاس 1 اللي يبلش من الجانب نسميه احنا كلاس 2 حاله ثانيه، وعده حالات حد كلاس 6 مثلا. قد تكون مثلا الكلاس 2 شيء بسيط ابسط من الكلاس 1 بالعمق مثلا، كميه يعني امتداد التسوس وين بالضبط بالسن. يعني احنا نقول الفحص الدوري او نعالج التسوسات الموجوده حاليا، ليش انتظر دي يصير الالم؟ يعني انت من تصير الالم انتقلت مرحله من يعني الوقايه او تحفظي الى عمل اعمق بالسن اللي هو مثلا حشوه الجذر، الم العصب، حتوصل هاي المرحله وانت بغنى عنها تقدر يعني تتجاوزها، تقدر توصل يعني تقدر ما توصل هاي المرحله بالفحص الدوري معالجه الاسنان الموجوده حاليا بها تسوس. هذا شلون تعرفه انت بالفحص الدوري؟ طبعا بالعياده نقدر يعني
حناخذ لك الاشعه والفحص والفوتو يعني فوتو سيشن كامل للاسنان حتى نشوفك انه شنو عندك مشكله بالضبط وشنو لازم تعالج بالبدايه. طيب نعم. طبعا هي من المشاكل اللي المريض يواجهها دائما انه ما يعمل الفحص الدوري، مجرد انه من يحس الالم يلا يقصد الطبيب. طبعا هذا مشكله جدا شائعه عند الكثيرين انه ما نحمل هذه الثقافه المراجعات، بس لما نشعر الالم نقصد الطبيب ونروح نقول له ونريد معالجه فوريه. طيب خليني بس نرجع، احنا نتكلم عن المشاكل اللي موجوده داخل الفم. طيب النظام الغذائي اللي احنا نتبعه وطريقه اوقات الطعام، طريقه الطعام ايضا اللي احنا نتناوله، مدى نسبه تاثير على الاسنان بصوره عامه حتى على السائل اللعابي اللي متواجد داخل الفم؟ اكيد اللايف ستايل كلش مهم لصحه الفم وبالتالي الجسم. نعم. الأطعمة اللي ذات القوام الحامضي، العصائر، الفواكه الحامضة، أكو ناس يعني مدمنين على هذا الشيء. بالضبط. طبعاً إضافة للسكريات، هاي السببين الرئيسية اللي تؤدي إلى خراب مينا الأسنان. مينا الأسنان هي أقوى معدن موجود بالجسم، أقوى من العظم حتى يعني. نعم. بس اللي يؤذيها اللي يذوبها هو الحامض. أكيد. حتى التسوس هو عبارة عن نتاج حامضي لمخلفات البكتيريا اللي موجودة أصلاً بالفم. نعم. السكريات والحوامض راح تساعد وتسرع هذا العمل مال البكتيريا. فالسكريات يعني حتغذى عليها البكتيريا حيتحول الى تسوس بعدين. الحوامض حتخرج المينا مال الاسنان حيصير سطح خشن قابل انه يلتصق به البلاك. بس التصق البلاك مثلا او يعني حتى لو كان الانسان محافظ على هاي النظام حيصير سطح خشن معرض انه يتاذى بالمستقبل بالتسوس او التحسس ايضا. فاحنا حتى نحافظ على هذا الشيء يعني هواي حالات تجينا انا ما اقدر اعوف الحامض، احب الحامض. صحيح. ليمون مثلا، المشروبات الغازيه، العصائر، ادمان. نقول له على الاقل بعد نص ساعه من يعني انه تاكل ليمون او تاكل الشيء الحامض اللي تحبه بعد نص ساعه تغسل اسنانك على الاقل. غلط انه تفرج مباشره بعد الحامض. تفرج غلط، اقل شيء نص ساعه حتى يتعادل باللعاب مثل ما تفضلتي، اللعاب يعادل احماض الفم. بعدين تفرج حتى لا يبقى اثر هذا الحامض او هاي السكريات اللي اكلتها. طيب. على الاسنان. نعم دكتور، خلينا نرجع للسؤال اللي سالته لحضرتك حول موضوعة الاورثو اللي هو دائما يكون ما بين ابر ولور. فاليوم الاشخاص اللي خضعوا لهذه التفاصيل واضطروا انه يعدلون الشفتنج ما بين الانسايزر والكناين والميد لاين، لكن بعد انه ما كمل الوقت الزمني اللي هو يكون سنتين تقريبا واضطر الى وضع الريتينر اللي هو يكون متحرك، لكن وجود سبيسات وايضا يفتقر لموضوعه الكلوجن بالاسنان. طبعا اختصاص التقويم هو اختصاص كلش مهم وحساس بطب الاسنان، لان انت تتعامل ويا مجموعه اسنان بوقت واحد. دائما ننصح المريض انه من يكون يعني مستحق علاج تقويم لا يجازف ويروح على غير علاج. هاي اول شغله. مثلا يعني اعوجاج اكونا يعني نقدر حالات شيء بسيط اقل من 4 ملم او اقل نقدر نعالجه مثلا بالتغليفات نعدل الشيفتنج، بس احنا نقدر ما طول اكو حل اسمه تقويم نقول للمريض اصبر تحمل يعني هاي المراجعات الدوريه، انت كاسب اسنانك، انت كسبت اسنانك الطبيعيه بدون تداخلنا، يعني مجرد بس نرجع نقول نصفطها للاسنان. المشاكل اللي تصير بعد التقويم يا اما يعني مع احترام جميع الاخصائيين مثلا يهمل موضوع الريتينر مثل ما تفضلت، المريض ايضا يهمل المراجعه الدوريه، يعني تشوفه بعد فتره يصير بي يعني فشل بعمليه التقويم. طبعا الموضوع كلش حساس، لازم يكون يعني الاخصائي حصرا اخصائي التقويم، يعني مساله حساسه قلت لك لان تعامل مجموعه الاسنان وبالفكين. نرجع الاطباق هي اولويه، نعدل الاسنان خط ثاني، بعدين من نسيطر على هاي المساله مثلا نقول له التقويم عفوا الريتينر المثبت لمده 6 اشهر حالات الاعتياديه، حالات السبيسنج بيرمننت ريتينر على طول، يخلون اخصائي التقويم نخلي ريتينر داخل الاسنان حتى يثبت النتيجه اللي وصلنا لها. هل يكون سلك داخلي؟ نعم. نعم هذا يكون افضل. طيب دكتور خلي ايضا ارجع لموضوعه روت كانال. اليوم متى البيشنت يوصل لمرحله روت كانال بحيث انه يقدر يحافظ على اسنانه ما يخضع لموضوعه الاكزو اللي تكون سيفير حالته احنا نقول وبالتالي يقلع الاسنان؟ فايش وقت البيشنت والسن اليوم انا اعالجه بموضوعه روت كانال؟ قلنا الالم، الم العصب هو اقوى شيء، يعني عصب مكشوف للمحيط الخارجي يعني فد شيء لا يطاق الم عصب السن. ليش بده يوصل الالم لهي المرحله؟ يا اما بالتسوس، تسوس بلش بطيء بعدين عميق بعدين وصل لهذا المرحله. اكو حالات المريض يجينا احنا ناخذ له اشعه نقول له انت يعني واصل مرحله انه الجذر ميت اصلا متحلل يعني متموت الجذر، لان يعني الاهمال وجعك يجوز اكو فتره انت يعني احساسك بالالم قليل ما حسيت بالالم، مجرد شغله بسيطه عبرت بس هي كانت بدايه تموت العصب. هاي بالنسبه للحالات اللي شو وقت حنسوي حشوه الجذر.
التكنيك حاليا يعني تطور المواد، تطور يعني الفاسيلتيز الموجوده، خلتنا ننجز حشوات الجذر غالب اغلبيه الحالات يعني نخلصها بجلسه واحده مثلا، خلاص يرتاح المريض نقدر نكمله مباشره الحشوه الدائميه بعدها. يعني ليش دي يوصل للجذر قلناها، والتكنيك ايضا يعني التقنيه الموجوده حاليا شلون احافظ عليه بعد حشوه الجذر. مثل ما نعرف انه العصب والاوعيه الدمويه داخل السن بعد ان يعني سحبناها ونظفناها من داخل السن صار السن عباره عن يعني سن ميت داخل الفم، يعني ميت بالمصطلح الطبي نون فايتال صار. نعم. يعني هنا ندخل مساله التغليف حتى نحافظ على السن، يعني نشوف كميه السن اللي فقدناها بالتسوس. نعم. وعمق الحفر مال الجذر هذا حيحتاج انه يتغلف بعدين. نعم. عذرا للمقاطعه دكتور، ويانا اتصال اخر. اي نعم. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. حياك الله، تفضل الدكتور وياك. صباح النور. صباح النور. الو صباح النور. حياك الله، تفضل النور. تفضل الدكتور سيف وياك. اي انا تحت سمي الدكتوره لموت حشوه الاسنان. اي نعم تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. بس عندي سؤال، يعني مثلا الحشوه او يعني قلع الاسنان، يعني هم يصير للحامل مثلا اول شهر لها؟ اي نعم. نعم شكرا لاتصالك، واكيد راح يجاوبك دكتور سيف. نعم دكتور سيف، كان سؤال عن الحمل وعلاقته بطب الاسنان. نعم. طبعا بالاشهر الاولى ما نتدخل نهائيا، اول يعني خاصه بالاشهر الاربعه الاولى ما نوصل ايضا، بس يعني الفتره يعني المفضله انه نعمل بها للحامل عمل الاسنان هي الشهر السابع او يعني الفتره الثانيه من الحمل، هذه امن وقت نقدر نشتغل به. ضافت ذلك اكو حالات طوارئ اضطراريه يعني خاصه بدايه الاشهر الاولى، طبعا ناخذ راي الاخصائيه النسائيه اللي تراجع يمها المريضه، وتكون يعني حتى تكون بالسيف سايد يعني بالجانب الامن للعمل. نعم. يعني حفاظا على حياه الجنين وايضا المريض. دكتور عادي انه تاخذ الحامل موضوعه الاوبي جي والاكس راي، ولا تكون سي تي مضره للبيبي؟ لا طبعا هذا الموضوع اذا مضطرين عليه ناخذه، اكو وسائل وقايه، يعني اكو صدريه خاصه نلبسها للحامل او المريض اللي ياذي الاشعه مهما كانت بسيطه، اشعه الاسنان كلش بسيطه يعني مثل ما تعرف، بس اذا اضطرينا انه مثلا ناخذ اشعه وسائل وقايه اللي هي صدريه من الرصاص نلبسها للحامل، وتكون مكان معزول مثل يعني مكان الاشعه الخاص وناخذ لها الاشعه. طيب خلينا نرجع شوي للحديث عن تقويم الاسنان، السن المناسب للمرحله العلاجيه بالتقويم الاسنان شنو السن المناسب؟ أو ماكو مرحلة عمرية؟ هو احنا بالنسبة للأسنان خاصة العوائل أو يعني الناس اللي عندهم وراثة تراكم. نعم. الأسنان ننصحهم دائما نقول له زيارة مثلا كل سنتين للطفل. نعم. يعني موضوع تبلش تطلع الأسنان الدائمية عفوا بعمر ال 12 سنة يصير ميكسينج، يعني من العمر العفو 9 سنوات إلى 12 سنة يصير ميكسينج بالأسنان، أسنان لبنية ودائمية موجودة. يعني نوبات السن اللبني ما يوقع حد عمر كبير، هذا راح يؤدي الى انه السن اللبني ما حيطلع، العفو الدائم ما حيطلع، حيروح بغير مكان او يبقى مطمور بالعظم. فاحنا يعني من نشوف المريض خاصه الاهل يراجعون بهذه الطريقه 12 سنه 15 سنه، يعني حتى نشوف انه يحتاج انه يتدخل طبيب الاسنان حاليا، لو ننتظر الى 18 سنه مثلا الى ان يكتمل بزغ كل الاسنان، اسنان العقل الاربعه. وطبعا الاشعه الاوبج مثل تفضلت الاشعه البانوراميه نشوف تموضع الاسنان بالفك، هل انه السن الموجود حاليا اللبني حياثر على مكان وطريق خروج السن الدائمي الموجود اصلا بعده بالعظم؟ اذا ياثر اكيد لازم يعني نفوت موضوع القلع المتسلسل. نعم. نقلع خاطر نسوي طريق للسن الدائم. نعم دكتور. طيب. قبل ما يدهن الوقت سؤال اخير لوي حضرتك يكون مختصر، اليوم موضوعه البريدج اللي نسويه من خلال البريشن يكون ممكن ابرج لكن نخلي الريست يكون يكون ثابت لكن دون ما اخسر اكثر من اسنان متعدده. نعم. هذا الابرج، وكذلك اليوم ايهما افضل الكراون ام موضوعه السيراميك الاخف لموضوعه الاسنان وبحيث يتفاعل ويا البيشنت بعامل نفسي ايجابي اكثر؟ طبعا التعويض الاسنان بهوايه تفاصيل، بس الاشياء الرئيسيه اللي شلون اعوض السن المفقود او مجموعه الاسنان المفقوده، الخيار الاول كان سابقا يعني هو الخيار المتحرك، والخيار الثابت ثاني خيار، يعني حاليا الزراعه، زراعه الاسنان حلت لنا هوايه مشاكل.
وده تكون هي يعني الاختيار الأول اللي ننصح به قبل ما نتوجه لموضوع الجسور، موضوع لأن الزراعة يعني للمدى البعيد أفضل من مسألة الجسور بالنسبة للمريض يعني وراحته ونظافة الفم وصحة الفم بشكل عام. لكن أيضا سؤال، أكو بعض الأسنان تحمل صبغة معينة للطفل من هو سن صغير، مجرد ما تسقط الأسنان اللبنية تظهر الأسنان الدائمية تطلع أكو صبغة بأسنانهم، يعني عظم السن بيتصبغ لون من اللون الأصفر، شنو العلاج لهذه المشكلة اللي هي أيضا الكثير يواجهها لكن ما يعرف الحل إلها؟ الموضوع التصبغات اكو تصبغات خارجيه واكو تصبغات داخليه، التصبغات الداخليه اللي تيجي مثلا خلال فتره الحمل الام اضطرت تاخذ دواء معين ياثر على اسنان الدائميه حتكون حيترسب بالمعادن مال الجسم، نعم بالتالي هو سن جزء من معادن الجسم فحيترسب الصبغه داخل هذا السن. اذا كانت الصبغه داخليه هذا يعني بها درجات، يعني يا اما نسوي لها تبييض مثلا داخلي، اما اذا الاسنان ما بها شيء نقدر نسوي تبييض داخلي، نسوي لها تبييض العفو تغليف، يعني درجه اللون ممكن تخفيها باي طريقه الا بالتغليف، يعني هذا جزء. الجزء الثاني اللي هو التصبغات الخارجيه اللي جايه من اللايف ستايل مثلا التدخين، الادمان القهوه الشاي، هاي يعني احنا مشهورين بها العراقيين، هاي ممكن تنحل بالتبييض الخارجي والالتزام بالتبييض المنزلي نحصل نتيجه رائعه. اكيد نعم، ودائما ننوه للبيشنات وكل شخص اليوم حاب يخوض موضوع ابتسامات هوليوود ويبحث عن جماليه، لكن يراعي موضوع الاي 1 اي 2 وتناسب مع ملامح البشره وحتى ما يكون نشاز. اكيد الدكتور والاخصائي بعالم التجميل دكتور سيف العاني شرفنا بحضورك حبيبي. اكيد ودائما وانت من الاصدقاء المقربين حقيقه، وشرف لي اليوم يكون وياي زميل داخل البرنامج من ضمن زملائي اللي كانوا وياي بالكلية أكيد، وتحياتنا لجامعتنا جامعة تكريت ولعمادة الجامعة اللي ترأسها الدكتور مثنى شعبان، وكذلك تحياتنا للدكتورة اللي دائما لها مساحة بهذا العالم الدكتور انصار القيس، شكرا لحضورك واكيد مبارك لكم لافتتاح موضوعة مركز الماسة اللي اليوم مر على مدار ساعة عفوا سنة. إيه نعم. أكيد توفيق لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حبيبي سعد. شكرا لك. إذا